السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو سنجز حل للمعادلة الآتية: الآلان ديال x زائد 2 على x ناقص 1 زائد 2 آلان x ناقص 1 تساوي الآلان ديال 3 x. إذن دائما في المعادلات أول خطوة هي تحديد مجموعة تعريف المعادلة. إذن لتكون دي مجموعة تعريف المعادلة، إذن x كتنتمي للدي تكافئ. إذن ما بداخل الآلان أعداد موجبة قطعا، كذلك إحنا عندنا مقام، إذن المقام خصو يكون يخالف الصفر. إذن x ناقص 1 تخالف الصفر، كندير جميع الشروط: x ناقص 1 أكبر قطعا من الصفر، و 3x أكبر قطعا من الصفر. إذن x ناقص 1 تخالف الصفر و x ناقص 1 أكبر من الصفر، وبالتالي هنا كيبقى غير شرط واحد: x ناقص 1 أكبر من الصفر. إذن x زائد 2 على x ناقص 1 أكبر من الصفر، عندنا x ناقص 1 أكبر من الصفر يعني x أكبر من 1، هاد ناقص 1 كنديها للطرف الثاني. هنا عندنا 3 x، 3 راه عدد موجب، إذن x أكبر من الصفر. إذن x أكبر من 1 و x أكبر من الصفر، إذن راه x أكبر من 1، كندير دائما التقاطع ديال المثالين. إذن كيبقى لي هاد جوج ديال الشروط باش نشوف المجال، نحدد مجال مجموعة التعريف. خصني ندير نحدد المجالات ولا المجال اللي كينتمي ليه هاد التعبير هذا. إذن خصني ندير جدول الإشارة، كنحدد الإشارة ديال البسط والمقام، ومن بعد نحدد الإشارة ديال التعبير كامل. إذن x زائد 2 x ناقص 1 x زائد 2 على x ناقص 1، إذن ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. x زائد 2 إلا حليت هذه المعادلة كتنعدم في ناقص 2، x ناقص 1 إذن المعادلة كتنعدم في 1، أو الحدودية كتنعدم في 1. إذن هنا صفر، دونك هادي كاينة في البسط، إذا كذلك التعبير كينعدم 1. هنا خصني نتابه، هنا كيكون غير محدد لأن في المقام. إذن كندير جوج ديال لي بار، إذن على اليمين ديال ناقص 2 كيكون إشارة أ يعني موجب، اليسار العكس، على اليمين ديال 1 إشارة أ، على اليسار العكس. إذن كندير قاعدة الإشارة: زائد 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 ناقص 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 زائد. إذن هاد التعبير هذا موجب قطعا، كيكون موجب قطعا ملي كتكون إكس كتساوي لهاد المجال اتحاد هاد المجال. إذن تكافئ، يعني هاد العلاقة هادي تكافئ أن إكس كتنتمي لمجال ناقص لا نهاية ناقص 2 اتحاد لمجال 1 زائد لا نهاية، و إكس أكبر من 1. شنو كتعني أكبر من 1؟ يعني كتنتمي لمجال 1 بلوس لانفين. إذن التقاطع ديالهم هو بطبيعة الحال هاد المجال هذا 1 بلوس لانفين. إذن x كتنتمي لمجال 1 بلوس لانفين، يعني من هادشي كامل كنستنتج بأن دي هي لمجال 1 بلوس لانفين. إذن دابا حددنا مجموعة تعريف المعادلة، دابا غادي نمشي نحل المعادلة. إذن دي 1 بلوس لانفين، إذن المعادلة، هاد المعادلة هادي خصني نحاول نبسطها ونكتبها على شكل ألين ديال أو كتساوي لنا ألين ديال في. إذن ألين ديال إكس زائد 2 على إكس ناقص 1 زائد، إذن عندنا واحد القاعدة: الألين ديال أ أوس أر هي أر ألين أ، دونك حنا عندنا أر ألين أ، 2 ألين ديال إكس ناقص 1، إذن كنكتبها على شكل الألان ديال x ناقص 1، دونك هاد الجوج كطلع للأسلانة،
أس اثنان تساوي ألان ديال ثلاثة إكس تكافئ. في الخاصية الجبرية عندنا الألان ديال أ زائد الألان ديال ب كيساوي الألان ديال أ في ب. إذا غادي نطبقها في هاد التعبيرين بجوج. إذا الألان ديال إكس زائد جوج على إكس ناقص واحد مضروبة في إكس ناقص واحد أو كاري، ألان ديال التعبير كامل كيساوي لنا الألان ديال ثلاثة إكس. إذا لاحظوا هنا عندنا إمكانية الاختزال بإكس ناقص واحد، إكس ناقص واحد، إذا كيبقى لنا إكس الألان ديالها كيبقى هنا إكس زائد جوج، إكس ناقص واحد هنا مشات مع إكس ناقص واحد اللي كاينة هنا، هنا عندنا إكس ناقص واحد أو كاري، هي إكس ناقص واحد في إكس ناقص واحد، إذا اختزلنا بإكس ناقص واحد بقات لي إكس ناقص واحد. إذا دابا لقينا التعبير اللي كنقلبو عليه، إذا U كتساوي لنا V، يعني ما بداخل الألان كيساوي لنا ما بداخل الألان. إذا إكس زائد جوج عامل إكس ناقص واحد كتساوي ثلاثة إكس. دابا غنبسطو هاد الكتابة، إكس في إكس هي إكس كاري، إكس في ناقص واحد ناقص إكس، جوج في إكس هي جوج إكس، وجوج في ناقص واحد ناقص جوج. كنجمعو الأعداد كاملة في الطرف الأول ديال المعادلة، إذا كيرجع عندي إكس كاري ناقص إكس. إذا قبل ما نجمع غنجمع هادو، ناقص إكس زائد جوج إكس هي زائد إكس، ناقص جوج كتساوي ثلاثة إكس. إذا كنجمع كل شيء الطرف الأول كيرجع إكس كاري زائد إكس ناقص جوج ناقص ثلاثة إكس تساوي صفر. إذا ثلاثة إكس ديناها الطرف الأول رجعت ناقص ثلاثة إكس. إذا تكافئ إكس كاري إكس ناقص ثلاثة إكس هي ناقص جوج إكس ناقص جوج. لقينا معادلة من الدرجة الثانية، إذا ندير دلتا ونشوف الحلول المعادلة. إذا دلتا كيساوي لنا ناقص بي أو كاري ناقص ربعة في واحد في ناقص جوج. إذا ناقص اثنان في اثنان هي أربعة، ناقص مع ناقص زائد جوج، أربعة في جوج هي ثمانية، إذا كتساوي العدد 12، يعني دلتا موجب. إذا اللي حسبنا جذر دلتا شنو غادي نلقى؟ هو جذر ديال 12 هو الجذر ديال 4 في 3، أي الجذر ديال 4 في جذر 3، أي جوج جذر 3، جوج جذر 3. إذا المعادلة تقبل حلين، دائما نخلي ودي تشوفها هي واحد بلس انفيني. إذا المعادلة قلنا تقبل حلين، إما إكس كتساوي ناقص بي اللي هي جوج، ناقص بي قلنا ناقص بي ناقص ناقص جوج ناقص جذر دلتا اللي هي جوج جذر ثلاثة على جوج أي على جوج، أو إكس كتساوي ناقص ناقص جوج زائد جوج جذر ثلاثة على جوج. إذا ناقص ناقص هي جوج، ناقص جوج جذر ثلاثة على العدد جوج، أو إكس تساوي جوج زائد جوج جذر ثلاثة على جوج. إذا عندنا الإمكانية الاختزال بالعدد جوج، إذا كنحملو كنعملو بجوج كيبقى لي واحد ناقص جذر ثلاثة على جوج، أو إكس كتساوي واحد زائد جذر ثلاثة، إذا عملنا هنا بجوج على جوج، اختزلنا بجوج بقات لي واحد ناقص جذر ثلاثة، أو إكس كتساوي واحد زائد جذر ثلاثة. غنشوف هاد العدد واش كينتميو لمجال واحد بلوس لانفين. إذا هاد العدد سالب ما كينتميش لمجال، إذا لا ينتمي إلى المجال دي.
وهذا عدد راح أكبر من واحد إذا ينتمي إلى المجال دي، وبالتالي مجموعة حلول المعادلة هو العدد واحد زائد الجذر 3.